السلام عليكم. انا راني في زنيقه سوق الجمعه. كي نقولها سوق الجمعه هذه مدرسه احمد حموش ابتدائيه. كانت اختي صغيره، كانت اختي تقرا هنايا فيها. الان عندها عده سنوات هي مهجوره، يعني مدرسه احمد حموش هي في الحقيقه واحد النمط تاع البناء، بناء دويره. هي دويره محوله الى مدرسه، يعني داخل شابه كثير يعني جميله جدا. هاي ليك فيها اقسام، لكن عندها مده طويله ملي غلقوها هكا بدات لداخل، بدات تريب وربما ربوا لها الدروج، الله اعلم. كانوا هنايا اختي الصغيره كانت تقرا هنا سوق الجمعه هنايا انا فيها. هنا عندنا هذا بوليكلينيك، كان يعالج كل شيء، دوكا ولا فقط يعالج مختص في مرض السكري، قطب داء السكري حاجة عمر، مؤسسة العمومية الجبرية لباب الواد. إذن هذه هي سوق الجمعة، جزء من سوق إن شاء الله نحاول نروح لدار خداوج العمية، المتحف الوطني للفنون. هنا هذه هي الزنيقة اللي تدخل، كما قلت لكم كنا في هذه الزنيقة اللي تدخل للمتحف. كما قلت اللي تدخل للمتحف كذلك الشيء الأول فيها هو مدرسة. هنا كانت ابتدائية كذلك، كانوا هذوما الديور ساكنين بماليهم. هنا هذه كانت ابتدائية، الله أعلم لما نسيت اسمها، أحمد سلطاني. نعم هي هيك مدرسة أحمد عبد اللطيف سلطاني، هذه هي المدرسة. ابتدائية هنا في سوق الجمعة، دخلة هنايا. هنا هاد الدروج يطلعونا بطبيعة الحال، نبداو غير بالعقل نطلعو القصبة العليا. يعني هادي مناظر القصبة. عندنا هنا المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية، إن شاء الله نحاولوا أننا ندخلوه. المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية، هنا المنظر للجهة الفوقانية تاع القصبة، منظر لمنازل القصبة. بعد الدخول إن شاء الله، بعد ما ندخل إن شاء الله نوفيكم بالأشياء الموجودة في المتحف. السلام عليكم.